من الخلق خذ عبرا وعن آثاره خبرا. حكايات سنرويها هنا كي تحدث الأثرا. فصنع الله معجزة وللألباب كم أسرا. تفكر فيه يا إنسان قد خاب الذي كفرا. يعيش المرء مرتبطا إذا ما أعمل الفكرة. إذا ما أعمل الفكرة. الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء. أحمده سبحانه هو أهل الحمد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى، معلم الحكمة وهادي الأمة، صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحييكم أحبتي بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجنا أيها الإنسان تعلم. نبقى الآن مع قرعة سؤال الأمس. نبارك للفائزين وحظا موفقا لمن لم يحالفه الحظ في الحلقات القادمة. جوائز هذه الحلقة مقدمة من شركة والآن مع حديث الليلة. عن أبي السائب رضي الله عنه قال: دخلنا على أبي سعيد الخدري، فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة، فنظرنا فإذا فيه حية، فوثبت لأقتلها وأبو سعيد يصلي، فأشار إلي أن اجلس، فجلست، ولما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. فقال: كان فيه فتى منا حريث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيره، فقالت له: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار، فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال: فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا ذلك له، وقلنا: ادعوا الله يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن لهذه البيوت عوامر
فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. رواه مسلم. فوثبت قمت، أكفف أضمم، فانتظمها ضم بعضها إلى بعض، فاضطربت تحركت، عوامر سكان البيوت من الجن، حرجوا عليها ضيقوا عليها بالإنذار. مرحبا بكم مرة أخرى. الحية اسم يطلق على الذكر والأنثى، فإذا أردت التمييز قلت هذا حية ذكر وهذا حية أنثى، وذكر أن لها 200 اسم. ويقال أن الله تعالى لما أهبط الحية إلى الأرض أنزلها بسجستان، فهي أكثر أرض الله حيات، ولولا العربد يأكلها ويفني كثيرا منها لخلت من أهلها لكثرة الحيات. ومن أسماء الحية العيم والعين والصم والأزعر والأبتر والناشر والجان والثعبان والشجاع والأفعى والأفعوان، كنيتها أبو البختري وأبو الربيع وأبو عثمان وأم طبق وأم عافية وأم عثمان وأم الفتح وأم محبوب. يستطيع الثعبان نزع جلده في أوقات معينة من السنة، وتسمى هذه العملية بالانسلاخ. عظام الفك قابل للحركة جدا بسهولة، وهذا يجعل الثعبان قادر أن يتناول فريسة كبيرة جدا في الحجم. تختلف أطوال الأفعى وأحجامها، فمنها من يصل طوله كحد أقصى إلى 10 سنتيمتر، ومنها ما يصل طوله إلى 8 أمتار. لها آذان داخلية تستطيع من خلالها سماع الأصوات الداخلية في الأرض وسماع التشققات، وعندما تقوم بإلصاق بطنها بالأرض تستطيع الشعور بالهزات الأرضية. أما حاسة الشم لديها هي الحاسة الأهم، فهي قوية جدا، تستخدمها للتنقل وتعتمد بذلك على لسانها الذي يعد مركز للشم والتذوق. تقوم الأنثى بوضع البيض في مكان آمن، ومن بعد شهر أو شهرين تخرج الصغار من البيضة، أو أنها تحتفظ بالبيت بداخلها، وبعد مدة حضانة داخلية تصل إلى 100 يوم تقريبا تلد الأنثى الصغار ولادة. وعينها لا تدور في رأسها، بل كأنها مسمار مضروب في رأسها، وإذا قلعت عادت. وكذلك نابها إذا قلع عاد بعد 3 أيام، وكذلك ذنبها إذا قطع نبت من جديد. جاء ذكرها في السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: ما سالمناهن منذ عاديناهن، وقوله: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وأما في الأمثال فقالوا: فلان أسمع من حية وأعدى من حية، وهو من العدو، لأنها تسرع إلى جحرها إذا أخافها شيء. يحرم أكل الحيات لضررها، وكذلك يحرم أكل الترياق المعمول من لحومها. والحية في المنام هي عدو، فإن رأى أنه أخذ حية ولم يخف منها وصرفها حيث يشاء فإنه ينال دولة ونصرة. ومن رأى أن حية خرجت من فمه وكان مريضا فإنه يموت، لأنها حياته وقد خرجت من فمه. ومن عضته حية فورم موضع العضة نال مالا، لأن السم مال والورم زيادة فيه. والله تعالى أعلم. لحظات ونعود إليه. عدنا إليكم من جديد. في هذا الحديث أن أبا السائب رضي الله عنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته، فسمع في حال انتظاره تحريكا في ناحية البيت، فالتفت إلى ناحية الحركة فإذا حية طالعة، فقام بسرعة ليقتلها، فأشار له أبو سعيد وهو في صلاته ومنعه من الإقدام على قتل تلك الحية. فلما فرغ من صلاته أبو سعيد رضي الله عنه أشار إلى غرفة في الدار مقطوعة معدة للنوم. قال أبو سعيد: كان ساكنا فيها شاب من الأنصار قريب زمن بزواج،
فخرجنا يوما مع الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى محل حفر الخندق، هو الحفيرة التي حفروها لمنع الأحزاب من دخول المدينة. فكان ذلك الفتى يطلب الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام في الرجوع إلى أهله منتصف النهار ليؤانس أهله، لأنه قريب عهد بالزواج، ليطالع حالهم ويقضي حاجتهم ويؤانس امرأته لأنها كانت عروسا جديدة. فاستأذن ذلك الفتى رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما فقال له: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك غيلة بني قريظة، أي غدرهم، وهم قوم من اليهود. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع إلى أهله كعادته في ذلك الوقت، فإذا امرأته قائمة بين الخشبتين في جانبي الباب خائفة من شيء، فمد إليها الرمح ليطعنه بها إرهابا ومبالغة في الزجر وما كان بالذي يطعنها. فلما رأت ذلك منه قالت له: أمسك رمحك ولا تمده إلي، وادخل إلى البيت حتى تنظر ما السبب الذي أخرجني من هذا البيت. فدخل الرجل البيت فإذا هو بحية عظيمة منطوية، أي ملتوية على الفراش، فرمى إليها الرمح فطعنها به، ثم خرج من الدار فركز الحية التي طعنها وثبتها بالرمح في الدار ومنعها من التحرك، فاضطربت الحية وتحركت تحركا شديدا ووثبت عليه حتى تلففت عليه، فما يعلم أيهما الرجل أم الحية كان أسرع موتا، وذلك لأنه قتله الجن انتقاما من قتله للحية التي كانت من الجن وجاءت على صورة الحية. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكرنا ذلك، فقال لنا: استغفروا لصاحبكم فإنه مات موتا حقيقيا لا إغماء فيه، فلن يعود إلى الدنيا. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا مصورا بصورة حية، لأن الجن لكونه جسما لطيفا يتشكل بصورة الحية، فآذنوه، أي استأذنوه وأعلموه بالإنذار 3 مرات، فإن ظهر لكم بعد ذلك، أي بعد الإنذار والتخويف، فاقتلوه، فإنما هو شيطان لا جن أسلمت وتصورت بصورة الحية. وأما إنذار الحيات والتحريج عليهم فهل يكون 3 أقوال في 3 أحوال أم يكون 3 أقوال في حالة واحدة؟ الصحيح أنه 3 مرات في حالة واحدة، لأنه لو جعلناها 3 مرات في 3 حالات لكان ذلك استدراجا لهن وتعريضا لتلك المضرة. وأما كيفية الاستئذان فقيل يقال: اذهب بسلام لا تؤذن، وجاء أيضا أن يقال: أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان بن داود عليهم السلام ألا تبدوا لنا ولا تؤذونا. في هذا الحديث عدم الاستعجال والتأني والتثبت في الأمور والأحكام، وفيه أن الشاب جديد الزواج يشتاق لزوجته وعليه ألا يغيب عليها كثيرا فيتفقدها، وفيه عدم قطع الصلاة وجواز الإشارة وأنها لا تبطلها. في الحديث أخيرا أمر مهم، وهو غيرة المسلم على عرضه، وهذا أعظم شيء يمكن أن نستفيده من هذا الحديث. فالغيرة هي الأصل في هذه الحياة، وهي التي فطر الله الناس عليها، وهي أن الرجل مسؤول عن نسائه ومطلوب منه أن يحميهن، سواء كن أمهات أو زوجات أو بنات أو أخوات، بل إن الأمر يتعدى إلى حماية الرجل لنساء المسلمين جميعا على حسب قدرته. هذا هو الأصل، وبه تستقيم الحياة في مجتمع وتسير سيرا طبيعيا خاليا من المشاكل والانحرافات. وكيف لا تكون الغيرة سمة للمؤمن وصفة له، والمولى سبحانه وتعالى متصف بها ويحبها من عباده. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. إن الأعراض غالية ثمينة عند أصحاب أهل الغيرة والعفة، وإن المؤمن يحمي عرضه بدمائه ويرخص نفسه في سبيل الدفاع عن شرفه، ومن فعل ذلك فمات بسببه فهو ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالشهادة، فقد قال: ومن قتل دون أهله فهو شهيد. والغيرة تكريم للمرأة وحفظ لها من العابثين المفسدين، لا كما يظنه البعض أنه تضييق عليها وتحكم في تصرفاتها، بل إن من حقوق الزوجة على زوجها أن يغار عليها وأن يحميها
ودليل وذلك دليل على صدق حبه لها. إن الله يغار والأنبياء يغارون والمؤمنون يغارون وأهل الشهامة والنخوة يغارون، بل حتى بعض الكفار يغارون، وكذلك فإن بعض الحيوانات تغار بغريزتها. وخلق الغيرة ليس شيئا يكتسب بالقراءة والكتابة ولا بالموعظة والخطابة، ولكنها منزلة لا تنال بعد توفيق الله عز وجل ورحمته إلا بالتربية والتهذيب والحزم وقوة الإرادة والعزم. إنها لا تنال إلا في ظل الحياة الطيبة، حياة المحافظة والفطرة السليمة التي لم تتعرض لعواصف التغيير والإفساد. وأختم بأبيات الأميرة الأندلسية ولادة بنت المستكفي تقول: أغار عليك من نفسي ومني ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. نأتي الآن أحبتي إلى سؤال الليلة، وهو: لمن الأبيات التي ذكرناها عن الغيرة؟ يمكنكم المشاركة في الإجابة عن سؤال اليوم عن طريق مشاركة الحلقة على صفحاتكم على الفيسبوك، وكتابة الإجابة في التعليقات مع ذكر الاسم ورقم الجوال في صفحتي. يظهر الآن على الشاشة عناوين قناة عدن وعناويني. جوائز هذه الحلقة مقدمة من شركة وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات جميع الزملاء، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الخلق خذ عبرا وعن آثاره خبرا، حكايات سنرويها هنا كي تحدث الأثرا. فصنع الله معجزة وللألباب كم أسرا. تفكر فيه يا إنسان قد خاب الذي كفرا. يعيش المرء متبطا إذا ما أعمل الفكرة، إذا ما أعمل الفكرة.